معنا على الهاتف المخرج الكبير خالد يوسف. أستاذ خالد، مساء الخير. مساء الخير يا مدام رولف، مبروك. مبروك على مصر كلها، وبإذن الله كده يجعل أيامنا كلها انتصارات كده زي الانتصارات اللي بيعبر عنها المصريين في الشوارع دلوقتي. يا رب. ما الذي تود قوله اليوم؟ نعم يا فندم. ما الذي تحب تقول ايه النهارده؟ حلوه، تحب يعني تحب تقول ايه يعني ترجمه تود قوله؟ بالظبط، انا قلت لك ما الذي تود قوله، قلت لي ايوه يا فندم، قلت لك تحب تقول ايه. يعني على اساس انا ما بعرفش عربي فبعرف. لا، ما انت اللي قلت لي بتقولي ايه. طيب انا الحق عليا. بهزر معاكي بقى، اليوم انتصار وفرحه فلازم اهزر يعني شويه. لا، هزر براحتك. ما الذي تود قوله اليوم ايها المخرج الكبير؟ يعني بقول ان المشاهد اللي احنا شايفينها في الشارع ديت مش بتعبر عن فرحه بس المصريين بان مرشحهم الحائز على الاغلبيه الكاسحه ديت انه بقى رئيس الجمهوريه، قد ما هي تعبير عن انتصار حقيقي لثوره 25 يناير و30 يونيو. انا بتصور الناس اللي يمكن سعادتك منهم يعني اللي بيقولوا على هذا الرجل ان هو ابن النظام السابق وهيعيد النظام السابق. أنا بقول إن هو النهاردة في خطابه قال بشكل جلي أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو بان بشكل نفسي ما يبقاش حقيقي. في نظام سابق وحالي وجاي، يبقى كلنا شعب مصري وخلاص يا أستاذ خالد، بلا 25 وخلاص بقى. لا، ما أنا ما أقدرش أقبل كلمة ما بلاش 25 ديت خالص يا مدام دول. ما لو ما فيش 25 ما كانش في كل الجماهير اللي واقفه في الشارع النهارده ديت، وكنا هنستمر في حاله الجمود والتجمد والفساد والاستبداد الى ما لا يعلم الله يعني. فانا بقول ان النهارده فرحه المصريين بانتصار ثورتهم بيحطوا رجليهم على اول الطريق الصحيح. زي ما قلت المصريين طبعاً. انا طبعاً. نفسي نبتدي طبعاً. بقى خلاص طبعاً. نبطل طبعاً. نقول طبعاً. اي حاجه، انا ما عنديش مانع وخلاص. أنا ما عنديش مانع، تقول ما فيش حد بيقعد يقول 25 يناير مؤامرة، هي دي اللي بيخليني أقول الكلام ده. طبعا الكلام ده مش موجه ليا خالص، لا خالص مش موجه لي مش خالص. لما تبطلوا تقولوا 25 مؤامرة وتقولوا إنها ثورة عظيمة أسفرت عن كارثة بنظام الإخوان. أنا ما قلتش 25 مؤامرة على فكرة، أنا قلت 28 اللي مؤامرة عشان أكون دقيق. المهم يعني ما فرقتش يعني، المهم لو ما بطلوا تقولوا إن 25 مؤامرة هتلاقيني بقول عمري ما هقول كلمة النظام السابق والحزب الوطني. أيوه. فالنهاردة المهم يعني تعالي بقى نخرج من الدايرة دي، مش كده برضه؟ ونتكلم عن فرحة المصريين وعن خطاب الرئيس النهارده اللي بان بشكل جلي ان هو منتصر لاهداف الثورتين في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وانه بيحط مصر على الطريق المظبوط اللي بيعبر فيه عن تحقيق احلام المصريين اللي دفعوا من اجلها الثلاث سنين ونص اللي فاتوا دول وتعذبوا ال 30 سنة اللي فاتوا. المصريين النهارده بيفرحوا لأول مرة من سنوات عديدة من ايام تقريبا نصر اكتوبر، بيفرحوا فرحة حقيقية ان هم داخلين فعلا على عصر هياخدوا فيه حقوقهم وبلدهم هتبقى على الخريطة في المكان اللي تستحقها. طب تفتكر المفروض يبتدي منين الرئيس القادم؟ الرئيس القادم لازم هيبتدي بملف العدالة الاجتماعية، القرارات اللي تحقق تنمية شاملة وتحاول انها تعمل يعني توزيع عادل للثروة، اللي تفتح طاقات الامل في قلوب الشباب ان هم هيحصلوا على عمل وهيحصلوا على يعني مواقع يقدروا يثبتوا فيها نفسهم ويقدروا يحققوا فيها ذواتهم. اعتقد ان الحاجة التانية هي الحوار اللي لازم يديره الرئيس مع الفئات الشبابية، لان هم في النهاية اصحاب المصلحة في المستقبل، ولازم يبقى في تواصل حقيقي بينهم. وانا بقول لك على المستوى الشخصي يعني ان هذا الرجل يعني مؤمن تماما بان طاقات الوطن الجبارة اللي موجودة في الشباب لابد من استغلالها بالشكل الامثل. فاعتقد ان هو إذا كان هناك فئة حتى مش راضية ولا متضايقة ولا زعلانة من أن بعض زملائها في السجون أو غيره، أنا بتصور أن هو هيزيل هذا الاحتقان بإذن الله ويرجع يوحد الشباب كده، وشباب هذا الوطن لازم يكونوا في المقدمة ويحققوا الرخاء اللي احنا بن بن بنتمناه كلنا لمصر. طيب تقول إيه النهاردة للسيد حمدين صباحي؟ أقول له شكرا على المهمة الوطنية الجليلة اللي أنت قمت بيها، وشكرا على اتصالك بالسيد المشير عبد الفتاح السيسي او السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئه. طبعا هو كلموه هنأه
وقال له أمتى حظيت بثقة المصريين وهي ثقة غالية أمتى تستحقها وأدى ودود. ورد عليه الرجل، لأن أنا كنت في الوسط في المكالمة يعني، فأنا بقول لك بالضبط.